وزارة التربية والتعليم بتكشف حقيقة إلغاء أجزاء من مناهج رابعة وخمسة ابتدائي في الترم الثاني. ما احنا قلنا وزارة التربية والتعليم حتى طبقا للمركز الإعلامي في دراسته لما كنا بنتكلم مع الدكتورة نعيم سعد زغلول قالت لنا التعليم بالذات واخد نصيب الأسد السنة دي. طبعا ده جنب الشق الاقتصادي من الشائعات، يعني فتلاقي شائعات اقتصادية وشائعات التعليم وشائعات التموين، يعني شغالين مع بعض. خلونا ناخد معنا على التليفون زميلنا العزيز الأستاذ شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. أهلا أهلا يا شادي. أهلا بيك يا أستاذ، تحياتي ليك للأستاذ شادي. تحياتنا ليك. كده برضو يا شادي تلغوا أجزاء من المناهج بتاعت رابعة وخمسة، بقى احنا بنقول التعليم بيتطور تقوموا تلغوا حاجات في المناهج برضو، ينفع؟ أنا زعلان الحقيقة يوسف، يعني أن القصة هي يعني مش متعلقة بموضوع الحث أو التعديلات في حد ذاته، ولكن هو طبعا في إطار رصد الكم الكبير من الشائعات اللي بيتم تداولها على السوشيال ميديا واللي بيتم رصدها طبعا من خلال المركز الإعلامي للوزارة. فبالتالي احنا دايما في إطار المتابعة المستمرة بنحاول نرد على كافة الشائعات اللي ممكن تعمل إرباك لأولياء الأمور والطلاب، وخاصة لما تكون متعلقة كمان يعني بتأتي في توقيت مثلا بعد تصريح للسيادة الوزير الدكتور رضا حجازي كان أدلى به أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ من فترة متعلقة بالترم الثاني أو مناهج الترم الثاني للصفين الرابع والخامس الابتدائي. فطبعا مع الرصد بنلاقي ان بعض الاشاعات اللي تصدر مثلا زي ما حصل مثلا على مدار يومين والنهارده اصدرنا بها بيان متعلقه ان هم حددوا وحدات معينه في مناهج الترم الثاني للاولياء الامور علشان يقولوا يعني ان الوحدات دي تم حذفها يا جماعه وتجاهلوها تماما. فكان طبعا كان لازم ان احنا نصدر بيان نوضح فيه حقيقه الموضوع. وحقيقة الموضوع هي متعلقة بأن الكتاب الخاص بمناهج أو الكتب الخاصة بمناهج الترم الثاني الصفين الرابع والخامس الابتدائي هيتم تسليمها بشكل جديد تماما بعد التعديلات اللي واجه بها الدكتور رضا حجازي علشان تكون المناهج متزامنة بشكل جيد مع الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، وكمان ما تخلش بنواتج التعلم والتركيز على المفاهيم الكبرى وإفتاح المجال لتنمية مهارات التفكير عند الطلاب. يعني في تعديلات وفي تنظيم تم للمنهج الترم الثاني عشان يكون مناسب للطلاب بشكل أكبر ومختلف عن العام الماضي. خلينا أكد لك يا يوسف إن ده بيأتي كمان في إطار التفاعل اللي بيتابعه الدكتور رضا حجازي بنفسه مع الرأي العام. الدكتور رضا حجازي بيتابع الرأي العام بشكل دقيق جدا وبيتابع شكاوى اولياء الامور وبيتابع وبيرصد ايه اهم الشكاوى اللي ممكن تصدر من اولياء الامور، وبيتم يعني تنظيم خطوات مستمره طول الوقت عشان خاطر يعني يتم يعني ان الراي العام يكون مثلا فاهم وواضح له كل الحقائق بالنسبه للخطوات اللي بتصدرها الوزاره. فكان من الضروري النهارده ان احنا نوضح ده ونبينه للراي العام واولياء الامور ان اللي تم تداوله دوت ده لا يمس الواقع بالصلاة. الكتب بتاعه الترم الثاني هتكون موجوده بشكل جديد تماما، ما فيهوش حاجه اسمها مناهج او وحدات محذوفه او وحدات متشاله، ولكن هو هينزل مع بدايه الفصل الدراسي الثاني وهيتم تسليمه للطلاب بشكل كامل، وهو المنهج ده اللي هيتم دراسته على مدار الفصل الدراسي الثاني. فهو تعديل وليس حذف ودون اخلال بالمنهج خالص. بالضبط. احنا منهجنا زي ما هو، المادة العلمية زي ما هي، المادة العلمية الرئيسية زي ما هي، المفاهيم الكبرى زي ما هي، المنهج تم تنظيمه بما لا يخل بنواتج التعلم الأساسية المستهدف ان الطالب يدرسها، ولكن مفيش حاجة اسمها وحدات محذوفة تجنبوها واشطبوا عليها ودي الوحدات اللي هتذاكروها. لا، هو الوزارة يعني هتسلم الكتب في الترم الثاني بشكل جديد تماما يتماشى مع التعديلات اللي واجه بها الدكتور رضا حجازي باذن الله. انا بشكرك جدا 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 يا شادي، كل الشكر لزميلنا العزيز الاستاذ شادي زلطه المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم.